قادر على الكتاب صراحة، especially موضوع السول. قليل ما منلاقي حدا عربي بيكتب فيه لأسباب دينية أو أسباب خاصة. فكتير interesting صراحة أنا أنه أشتري الكتاب وأقرأ أكتر. بس سؤالي أنه أنا إجت فترة لما كنت بالتمريض اشتغلت بالسايكاتريك ديبارتمنت، وكنت أستغرب أنه كتير من المرضى يعني المرض النفسي بيقلب معاهم بشكل ديني. فكنت ألاقي كتير مثلا بيصلي حتى لو ما بيتوضى، بس أنه بصير يصلي، في مثلا بيدعوا النبوة، في بيعمل حاله أنه هو عم بدور حولين الكعبة. فأنا سؤالي أنه هل طريقة التدين بتأدي إلى مرض نفسي، ولا المرض النفسي بيطلع التبوهات اللي إحنا مخبينها جوانا؟ يعني أنا كنت أشوف بيطلع بشكل ديني أو بشكل جنسي، فهل المرض النفسي بيطلع التابوهات ما بيعودش الشخص قادر إنه يخفيها؟ كتير حابة أعرف صراحة إجابة هذا السؤال. شكرا كتير لك. شكرا لسؤالك. طبعا مشهور في المرض النفسي ان بيبقى فيه ضلالات، والضلالات بيخش فيها العامل الديني، وهو الضلالات ساعات بتطلع اكتر بتعبر عن العقل الباطن والعقل الواعي كان فيه ايه. فتلاقي مثلا ضلالات في امريكا وكندا فيها اكتر ضلالات علمية، يعني ان حاجات في واي فاي، حاجات في التكنولوجيا، حاجات انا بقدر اقرا، حاجات بقدر مش عارف اعمل ايه في كوانتم فيزيكس، مش عارف يعني حاجات كده. تلاقي مثلا جاي من مجتمع ديني، تلاقي انا المسيح، انا المسيح الدجال، انا اسمه ايه اللي عند المسلمين الناسي، المهم ان انا يعني المنقذ، او انا المخلص، او انا ايوه الله بالظبط، المهدي المنتظر. كان في مصر كله مليان مهدي منتظر، العنبر كله مهدي منتظر الحمد لله. انا فاكر كانوا بيتخانقوا انا المهدي ولا انت المهدي، يعني حاجه الموضوع كبر منهم قوي. طبعا دي ضلالات. لا، ولو عندك في نفس الوحده المهدي والمسيح تتقابل في نفس الوحده، دي بتبقى ضرب نار ومنقلهم وحده تانيه. لا دي هنا بقى هذا في الموقف ده بتعملوا ايه في العيال؟ انتوا لازم فعلا كل واحد وحده مختلفه، او واحده واحده دور تاني، او لازم تفرق طبعا. الضلالات لما تتدخل بقى مع بعضها وكده بتعمل مشكله. بس انت في حاجتين، ان العقل الباطن اللي جواه بيطلع لي على السيرفس بقى اول لما المريض بيعاني من امراض نفسيه. غير كده الفلتر، احنا عندنا فلتر، كلنا عندنا كورتيكال، يعني جزء في المخ بيفلتر ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، ايه اللي معقول وايه اللي مش معقول. انت مريض بقى الفصام ومريض الضلالات، ده بيبقى الفلتر ده بايظ، فتلاقي اللي جوه طلع بره. فتلاقي مثلا بيبقى بيحصل behavioral disinhibition، اللي هو انفلات سلوكي، يعني تلاقيه ما بقاش، ممكن تلاقيه واقف كده قدام كل الناس بيعمل عادة سرية ومش واخد باله، يعني عادي، ما يعني هو عاوز يعمل عادة سرية فبيعمل عادة سرية. فبقى الحتة في المخ اللي هي بتقيم ده سلوك ايجابي، ده سلوك شخصي، ده سلوك وسط الناس، ده تلاقيه لا واقف بيعمل سلوكيات غريبة جدا ما يعملهاش لو هو مش مريض يعني. فدي صورة من الصور. هل هي عشان كده برضو كارل يونغ كان شايف ان الدين، يعني انت في الامراض النفسيه او الامراض السكيزوفرينيا اللي بتكلمي عليها في الفصام، ساعات الحاجات اللي في العقل الباطن بتطلع لبره. فلو عندها واحده عندها احتياج للامومه، تلاقيها بيجي لها ضلالات انها ام وانها عندها طفل، وتلاقيها ماسكه كده شنطه على انها طفل وبترضعها مثلا، وهي لا ده طفل ولا ده حاجه، بس لان في غريزه الامومه. تلاقي برضو في ضلالات تخص الجنس، تلاقيها بتطلع لان في غريزه الجنس. في ضلالات بقى تخص الاله وتخص المعاني الدينيه وتخص التركيبات الروحيه المعروفه في الاديان كلها، فتلاقيها برضو بتطلع لي على السطح. فكل وهو كان بيتكلم على الحته دي كارل يانج، بيقول ان 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 كل الغرائز موجوده ومنهم الغريزه الدينيه، وانا بيشوف في الفصام انها بتطلع لبره زي ما كل الغرائز ممكن تطلع لبره وانت ما بتبقاش واخد بالك، لان الفلتر بقى حصل فيه مشكله.
شكرا لسؤالك. دكتورة آلاء ممكن يبقى عندها رأي برضو ممكن نسمعه. هو المهم بيعود عليها، بس هي فكرة الطلالات فرق عن أحيانا بعض الناس تصاب الديفنس ميكانيزم بتاعها أو الحالة الدفاعية تبقى إن هو متدين أكتر، فالدكتور الشاطر بيعرف يفرق. مثلا الضلالات جزء منها بيكون من المعلومات والثقافة اللي الشخص مار بيها، فيعني عادة هتلاقي مثلا الشخص مثلا اللي عايش في مصر هتلاقي ضلالات كتير ليها علاقة مثلا بالجن واللبس عشان دي الثقافة المتعارف عليها. مش هتلاقي مثلا واحد يجيله ضلالة مثلا بحاجة مثلا هو ما يكونش يعرفها قبل كده، مثلا نادرا يعني بتبقى حاجات، بس بيكون في حاجات ليها مع يعني معتقدات بتكون عنده. هو تعريف الضلالة هي false fixed belief، معتقد خاطئ مرسخ. فهتلاقي ان هو يكون عندك معتقد، احنا دايما احنا بنشوف ان المعتقدات ان مفيش حاجة 100% true، صح؟ مفيش حاجة 100% تقدر تقول ان هي صح، فكل المعتقدات هي الحاجات الأقرب إلى الصحة في عقل البني آدم، بس ما احنا يقدر ان هو يعرف ان الضربات بتاعتها مختلفة ازاي. اللي بيحصل في الضربات انها بتترسخ اكتر، فبتبقى متأكد بقى 100% ان هو ده هو الصح، هو ده اللي انا متأكد منه، مع ان انت كنت كل الدلالات اللي حوالين ده يعني ايه تثبت ان هو لا يعني انت مش ده يعني. فاللي بيحصل انه هتلاحظ ان الحاجات الثقافية اللي حوالين المريض والعادات والتقاليد والدين طبعا بتأثر. والحاجة التانية هو انه في بعض الأعراض حتى لما بتخف الدلالات انه بيبقى التأثير الديني، مثلا ان هو انه لو مثلا بيحس ان هو لما يتدين اكتر او يصلي اكتر وكده ده ممكن احيانا يحسسه ان هو يعني بيبقى اقل شوية من ناحية انه ان هو يعمل حاجات تانية، انه يعمل حاجات مرتين. فاحنا بنحاول نعمل سايكو اديوكيشن وتعليم ان هو الاثنين، يعني ان هو هي المناقشة مع المريض ان هو ليه ده مهم، يعني ليه مهم بالنسبة لك مثلا ان انت تصلي مثلا 24 ساعة بدل ما تعمل حاجات تانية. بعد ما بيتحسن حاجة اسمها الانسايت عند المريض اللي هو قدرته على فهم المرض النفسي، بيقدر يتناقش مع الدكتور اللي زي كده، يعني دي حاجة ممكن تسويها الموضوع ده.